مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع في مدرسة الأندلس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الوحدة السادسة، العناصر والمركبات والمخاليط. الدرس الثالث: ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ الموضوع: كيف تتكون المركبات والمخاليط. الأهداف: الهدف الأول أن يوضح الطالب كيف يتكون المركب الكيميائي. الهدف الثاني أن يقارن الطالب بين المركبات والمخاليط من حيث ترابط مكوناتها وحدوث تغير كيميائي عند تكونها. التهيئة: في الشكل الموضح أمامك بين في كل مربع المادة الموجودة، هل هي عبارة عن عنصر أو مركب أو مخلوط. نرى هنا أن هذا مركب وهذا مركب، ولكنه مركب مختلف وهذا مركب، تمام؟ إذن يوجد هنا عدة مركبات، فيكون هذا عبارة عن مخلوط. إذن هذه المادة هي مخلوط، هذه أيضا هنا عنصر وهنا مركب، فهذا يكون عبارة عن مخلوط. أيضا هذه هنا عنصر وعنصر، إذن هذا مخلوط من عنصرين، فهذا أيضا مخلوط. هذا نوع واحد من الذرات، فهذا يسمى عنصر. هنا عنصر وهذا عنصر آخر وهذا عنصر ثالث، لذلك هذا يسمى مخلوط من العناصر. أما هنا هذا مركب مركب مركب، نلاحظ أن جزيئات المركب متشابهة، إذن هذا نوع واحد من المواد، ولكن في كل جزء يوجد نوعين من الذرات، لذلك هذا يسمى مركب. هذا عنصر وعنصر آخر وعنصر آخر، فيكون مخلوط من عدة عناصر. هذا مركب وهذا مركب مختلف وهذا عنصر، فيكون هذا مخلوط مركبات مع عناصر. هذا عبارة عن مركب مركب مركب، ولكن نفس جزء المركب، في كل جزء يوجد نوعين من العناصر، لذلك هذا نسميه مركب. النشاط الأول: ماذا يحدث عند احتراق قطعة من الصوف الفولاذي كما نرى أمامنا في هذا الفيديو؟ عند احتراق قطعة الصوف الفولاذي يتغير اللون، وأثناء هذا الاحتراق تنطلق طاقة حرارية ويتكون لهب. في هذا الاحتراق يتفاعل الحديد أو الفولاذ الموجود في هذا الصوف الفولاذي، يتفاعل مع الأكسجين. لاحظ عرض احتراق قطعة من الصوف الفولاذي كما رأينا في الفيديو قبل قليل. صف ما تلاحظه. لاحظ نواتج هذا العرض بعد أن تبرد المواد. صف المادة الصلبة الناتجة وقارنها بقطعة الصوف الفولاذي قبل احتراقها. أولا، تكونت مادة هشة غير لامعة، وقطعة الصوف كانت صلبة ولامعة، إذن الصفات تغيرت. قطعة الصوف الفولاذي في البداية كانت صلبة ولامعة، أما المادة الناتجة من الاحتراق فهي مادة هشة ومادة غير لامعة. املأ الفراغين أدناه بالمتفاعلين اللذين خضعا للتغير الكيميائي. هنا المادتين هي مادة الحديد ومادة الأكسجين، يتحولان إلى أكسيد حديد، إذن نكتب هنا حديد زائد أكسجين. قارن أكسيد الحديد الناتج مع الأكسجين والحديد المتفاعلين. كما نعلم الأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، الحديد فلز صلب لامع موصل للكهرباء، أما أكسيد الحديد الناتج فهو مادة صلبة وهشة لا تساعد على الاشتعال وغير موصلة للكهرباء. إذن خصائص المادة الجديدة
تختلف عن خصائص عنصر الأكسجين والحديد اللذين تفاعلا معا. أسئلة المتابعة: كيف تعرف أن تغير قد حدث؟ طبعا تغير اللون، تكون مادة جديدة، تكون اللهب، كل هذه أدلة على أن هناك تغير قد حدث. صف أوجه الاختلاف بين أكسيد الحديد الناتج وعنصري الحديد والأكسجين المتفاعلين. كما قلنا قبل قليل، الحديد فلز صلب لامع موصل كهرباء، الأكسجين غاز شفاف يساعد على الاشتعال. أما أكسيد الحديد فهو مادة هشة لونها بني غير لامعة ولا توصل الكهرباء. ما المصطلح العلمي الذي يصف هذا النوع من التغير؟ هذا التغير يسمى تفاعل كيميائي. إذن هذا ما تعلمناه من هذا الدرس. أولا، تتسبب التفاعلات الكيميائية في تغير المواد، يتفاعل عنصران كيميائيان لتكوين مركب جديد له خصائص تختلف عن خصائص العناصر الأساسية المكونة له. الاحتراق مثال على التفاعل الكيميائي. إذن في هذا النشاط تعلمنا أن عنصر الحديد يتفاعل مع عنصر الأكسجين ينتج مادة جديدة اسمها أكسيد حديد. هذه المادة يوجد بها نوعين من العناصر، هذه المادة تسمى مركب. يبقى إذن عنصر يتفاعل مع عنصر آخر يتحول إلى مركب، وكما رأينا أن خصائص المركب الجديد تختلف عن خصائص العناصر المكونة له. المركبات تحتوي معظم المواد على أكثر من نوع واحد من الذرات. هذه الأنواع من الذرات تترابط معا برابطة كيميائية لتكون مركبا. إذن عندما تتحد ذرات الصوديوم مع ذرات الكلور تكون مركب، هذا المركب يسمى كلوريد الصوديوم، وهو ما نعرفه باسم ملح الطعام. إذن ملح الطعام هذا عبارة عن مادة مركب وليست عنصر، لأنها تنتج من اتحاد عنصرين، عنصر الكلور مع عنصر الصوديوم. لذلك ملح الطعام الاسم العلمي له هو كلوريد الصوديوم. يمتلك مركب ملح الطعام خصائص تختلف عن خصائص العناصر المكونة له كما في الشكل. فإن كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام يختلف تماما عن الصوديوم وعن الكلور، لأن الصوديوم عند وضعه في الماء يسبب اشتعال ويسبب حريق، أما الكلور فهو غاز سام. عندما يتحدان مع بعض ينتج مركب جديد وهو ملح الطعام. نجد أن خصائص ملح الطعام تختلف تماما عن خصائص الكلور السام، وتختلف عن خصائص الصوديوم الذي يشتعل عند وضعه في الماء. عندما تحترق المواد تمر بتغير كيميائي نسميه التفاعل الكيميائي. إذن هذا مثال آخر على التفاعل غير ملح الطعام، وهو أن المواد تحترق فتتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء الجوي، وهذا التفاعل تنطلق منه حرارة، وهذه العملية تسمى عملية الاحتراق، أو التفاعل يسمى تفاعل الاحتراق. كيف يصنع المخلوط؟ نشاط 2 في الكتاب صفحة 53. لاحظ العناصر التي حضرها المعلم: الحديد والكبريت. كما نرى هذا كبريت وهذه برادة حديد، فإننا نخلط برادة الحديد مع الكبريت كما نرى. هذا الخليط الآن إذا قربنا منه مغناطيس فإن الحديد الموجود هنا، برادة الحديد الموجودة في هذا المخلوط تنجذب للمغناطيس. لماذا تنجذب المغناطيس؟ لأن عند خلط الحديد مع الكبريت مجرد مخلوط لا تتغير الخصائص، تظل الخصائص كما هي. إذن خصائص المخلوط هي نفس خصائص العناصر الموجودة فيه. كما نرى هذا مغناطيس عند تقريبه من المخلوط فإن برادة الحديد تتجمع هنا وتنجذب للمغناطيس. إذن لاحظ معلمك وهو يحضر مخلوطا من عنصرين مختلفين، يتكون المخلوط من دقائق منفصلة ومختلفة في اللون. قارن المخلوط الناتج بالعنصرين المكونين. كما قلنا أن نفس الخصائص، خصائص المخلوط
هي نفس خصائص العناصر المكونة له لعدم تكون مواد جديدة. صف المظهر الخارجي للمخلوط طبعا بتكون عبارة عن حبيبات شكلها مختلف ولونها مختلف، لذلك نقول أن المخلوط غير متجانس وليس مركب، هذا مخلوط غير متجانس، وأيضا هذا ليس مركب لعدم تغير خصائص العناصر. لاحظ الجدول التالي الذي يبين الفرق بين المخلوط المتجانس والمخلوط الغير متجانس. المخلوط المتجانس يظهر حالة فيزيائية واحدة ولا تستطيع أن تميز مواده المختلفة. إذا لم نستطيع أن نميز بين المواد الموجودة في هذا المخلوط فإننا نسميه مخلوط متجانس. على سبيل المثال عند إذابة الملح في الماء، هل نستطيع أن نميز الملح من الماء؟ لا نستطيع، لذلك نقول عنه أنه مخلوط متجانس. أما المخلوط الغير متجانس فهو يمكن أن تميز بين مواده المختلفة، على سبيل المثال سلطة الخضار أو سلطة الفاكهة. حدد إن كان المخلوط الذي حضره معلمك سابقا مخلوطا متجانسا أو غير متجانس، يقصد به مخلوط الحديد والكبريت، فإنه مخلوط غير متجانس. أسئلة المتابعة: ما العناصر الأولية التي استخدمتها في تحضير المخلوط؟ طبعا هي برادة الحديد وعنصر الكبريت المسحوق. صف المظهر الخارجي لكل عنصر. الحديد عبارة عن حبيبات دقيقة صلبة رمادية اللون، أما الكبريت عبارة عن مسحوق أصفر اللون. كيف يختلف المظهر الخارجي للمخلوط عن مظهر كل من العنصرين المكونين له؟ لا يختلف المظهر الخارجي للمخلوط عن مظهر العناصر المكونة له، ولا تختلف الخصائص لأنه لم يحدث تفاعل كيميائي، ولكن كل عنصر يحتفظ بخصائصه ولم تتغير. تابع أسئلة المتابعة: ما الفرق بين العنصر والمخلوط؟ العنصر مادة نقية تتكون من نوع واحد فقط من الذرات، أما المخلوط مادة تتكون من عدة عناصر أو عدة مركبات أو عناصر مع مركبات لكنها غير مترابطة كيميائيا، أي أن المواد الموجودة في المخلوط كل مادة تحتفظ بخواصها، الخواص لا تتغير في المخلوط إنما الخواص تتغير فقط في المركب. كيف تعرف أن الرمل والملح لم يتفاعلا؟ لأنه لم تتغير خصائص أي منهما، يبقى عند خلط الملح والرمل فإنه لم يحدث تفاعل كيميائي. لماذا؟ لأن الخصائص لم تتغير. حدد نوع مخلوط الرمل والملح، هل هو متجانس أم غير متجانس؟ طبعا مخلوط غير متجانس لأنه يمكن التمييز بين مكوناته بسهولة بعد خلطها. التقويم: صنف الصور التالية إلى مركب وعنصر ومخلوط. طبعا كما اتفقنا ملح الطعام فإنه مركب، أما العصير فإنه مخلوط متجانس. النحاس عبارة عن عنصر، أيضا الذهب عبارة عن عنصر، الماء عبارة عن مركب، أما سلطة الخضار فهي عبارة عن مخلوط غير متجانس. كيف تصمم نموذج لعنصر أو مركب أو مخلوط؟ باستخدام الكرات الملونة والعصا، فهذا النموذج يتم تصميمه باستخدام الكرات والعصا، فإن العنصر نستخدم له كرات من نفس اللون والحجم والشكل، هذا عنصر. أيضا هذا عنصر آخر يتم استخدام كرات من نفس اللون ونفس الشكل ونفس الحجم، هذا عنصر آخر. أما هذا عبارة عن مركب كرة مع كرة من نوع آخر، شكل آخر أو لون آخر أو حجم آخر، هذا أيضا مركب لأن هناك ذرتين من نوع معين من نفس النوع، ولكن الذرة الثالثة من نوع مختلف. يمكن عمل هذا النموذج باستخدام الصلصال أو باستخدام أي كرات أو حتى باستخدام المكعبات الملونة كما سنرى.
نموذج باستخدام القطع الملونة. نرى هذا النموذج يمثل نموذج للمركب، هذا أيضا يمثل نموذج لمركب. أما هذا عبارة عن عناصر، هذا عنصر وهذا عنصر آخر وهذا عنصر ثالث وهذا عنصر رابع، إذن هذا يمثل العناصر. أما هذا عبارة عن مخلوط من مركبين، هذا عنصر وهذا عنصر آخر وهذا عنصر آخر، إذن هذا مخلوط يمثل مخلوط للعناصر. هذا عنصر وهذا مركب، فيكون هذا مخلوط عنصر مع مركب أو مخلوط عناصر مع مركبات. إذن أعزائي الطلاب، هذه نماذج باستخدام القطع الملونة. هذا نموذج للمركب، هذا نموذج لمركب آخر، هذا نموذج لبعض العناصر يوجد به 4 عناصر منفصلين، كل عنصر منفصل على حدة. هذا نموذج لنوعين من يوجد نوعين من المركبات فيسمى مخلوط مركبات. هذا أيضا مخلوط من العناصر، لأن توجد جزيئات عناصر ولكن أكثر من نوع من العنصر تم خلطهم مع بعض دون تفاعل كيميائي، لذلك يسمى مخلوط عناصر. أما هذا المخلوط نجد فيه مركب ونجد فيه عنصر ونجد فيه مركب وعنصر، لذلك يسمى مخلوط عناصر مع مركبات. أسئلة المتابعة: ما العنصر الذي صممت نموذجا له؟ هو عنصر الكربون، قطع صفراء متماسكة. لماذا مثلته بهذه الطريقة؟ لأن الكربون عنصر صلب يتكون من نوع واحد من الذرات المتماسكة. سمي مركبا قد يكون شبيها بالنموذج الذي صممته، شبيه بهذا النموذج. مركب آخر وهو مركب الميثان، عبارة عن 4 قطع زرقاء تمثل 4 ذرات هيدروجين، وقطعة واحدة صفراء التي تمثل ذرة الكربون. لماذا تعتقد ذلك؟ لأن الميثان يتكون من 4 ذرات هيدروجين مرتبطة بذرة كربون واحدة. كيف يختلف نموذج المخلوط الذي صممته عن سواه؟ النموذج المصمم يمثل مخلوطا لمركبين فقط، لكن يمكن أن تكون النماذج الأخرى لمخاليط تتكون من عناصر ومركبات كثيرة وليس نوعين فقط من المركبات. في أي سنة ابتكر العالم فون هوفمان أول نموذج لمركب؟ هذا في عام 1865، هو الذي صمم نموذج المركب وسمي بنموذج الكرة والعصا. ما اسم ذلك المركب الذي صمم له نموذج؟ هو مركب غاز الميثان. ما استخدامات غاز الميثان؟ يعتبر المكون الرئيسي للغاز الطبيعي المستخدم كوقود في جميع أنحاء العالم. أيضا هو غاز مهم جدا في صناعة البلاستيك والنايلون وغيره. لماذا يعد هذا المركب مهما جدا في دولة قطر؟ لأنه هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، حيث تعتبر دولة قطر من أهم الدول في إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره. لماذا كان من المهم إثبات وجود الذرات؟ لأن ذلك ساعد على فهم طبيعة المركبات والمخاليط والتفاعلات الكيميائية المهمة في جميع مجالات الحياة، كما أنه ساعد على تفسير الكثير من الظواهر العلمية وفهم خصائص المواد. التقويم الختامي: عند خلط الحديد مع الكبريت وتقريب المغناطيس، لماذا ينجذب الحديد للمغناطيس؟ لأن خصائص المخلوط لا تتغير عن خصائص العناصر، فعند خلط الحديد والكبريت يحتفظ كل عنصر بخصائصه لأن هذا مخلوط وليس مركب. إذن عند تسخين الخليط على النار تتكون مادة جديدة تسمى كبريتيت الحديد. كيف نعرف أن تفاعل كيميائي قد حدث؟ نعرف أن تفاعل كيميائي قد حدث بسبب تغير اللون أو تكون مواد جديدة. ما هي المواد المتفاعلة؟ الكبريت والحديد. ما هي المواد الناتجة؟ هي المادة الجديدة وهي مادة كبريتيد الحديد. لماذا لا ينجذب كبريتيد الحديد للمغناطيس؟ لأن
كبريتيد الحديد عبارة عن مركب، وخواص المركب تختلف عن خواص العناصر. يبقى إذن في حالة المركب تختلف الخواص، أما في حالة المخلوط لا تختلف الخواص. وذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.